يوغا عم تساعد أولاد لمة أمل لحتى ينمى مهاراتهم الفكرية، يتعلموا الهدوء شوي، عم تغير من سلوكهم من ناحية تعاملهم العائلي وهدوءهم داخل العائلة، تعطيهم شوية تنظيم وتحسن نوعية نومهم من خلال تدريبات التنفس وتدريبات اللي عم نعملها سوا. نحن بلشنا هون بتعليم الشموع وصابون لأمهات ذوي الاحتياجات الخاصة حتى يقدروا يعملوا مشروع لحالهم بالمستقبل ويعتمدوا على حالهم ويصير عندهم رأس مال يقدروا يكملوا فيه. أنا ابني ذوي احتياجات خاصة، هو متلازمة داون. أنا بالنسبة للمة أمل بيعطوا لابني صف تعليمي، الآن سيرانيا ورنا والآن سينارا، وأنا عم بشتغل أشغال يدوية. كنا عم نشتغل أشغال صوف كروشيه وصوف، هلأ عم نشتغل صابون وشمع. أنا عم درسهم محو أمية بطريقة طريقة تفاعلية مونتيسوري. لحنا كيف بلشت معنا هاي الفكرة؟ بلشت أول شيء بلشنا نحاول نعطيهم منهاج المحو الأمية العادي المتبع بوزارة الثقافة، ولكن كان كتير طف بالنسبة لهم، كتير جامد، ما استوعبوا، الأغلبية العظمى ما مشيوا أبداً مع المنهاج. فلحنا قررنا نعمل ننزل بالمستوى شوي بس بما يتناسب مع أعمارهم، بكونهم هنين أعمار 15 فما فوق. عم ناخد الحرف كلفظ، عم ناخده مع الحركات ومع المد. بعطيهم أول شيء لوحة مثلاً وجه الإنسان، أول شيء بنكون فكرة، بتصير مشاركة، بتشتغل الحواس عند منهم، إنه شو في بالوش، في عيون، في أنف، في تم، بنبلش بقى شو في كمان إيدين عشان يصير تفاعل مع الأولاد. بالنسبة للألوان هن بيختاروا اختيار، أنا ما بفرض عليهم شو اللون، بيختاروا هن شو هذا اللون مثلاً أحمر أصفر، بيتعرفوا على الألوان وبيشغلوا الحواس وبيشغلوا المخ، وبيتحول كمان عنا للعبة الدرس، فبصير مشاركات كبيرة، والدرس الجاي بتلاقيهم راسمين الفكرة كلياتها وتعالي أنسي بس شوفي هالرسمة. نحن بعد ما عم نقطع مرحلة المونتيسوري نحن عم ننتقل لفئة أكبر اللي هي فئة طلاب صف السادس. نحن عم نبلش معهم نعمل منهاج جديد خاص فينا، عم نفوت المعلومات اللي هي أبسط من المنهاج الطبيعي الموجود بالمدارس لكن هو الأقرب لعقولهم. الفئة اللي عندي أنا فئة عمرية أكبر من أكبر من عمر 18 لكن هم عمرهم العقلي يوازي صف السادس أو الخامس. فنحن عم نشتغل بهذا الموضوع إنه نحن نعطي علوم اجتماعيات رياضيات كل المواد اللي نحن بتخولنا إنه نحن نعطيهم شهادة. بعد هاي الشهادة نحن في عنا طلاب أخذت سادس، في عنا طلاب أخذت تاسع، في طلاب أخذت بكالوريا، في صبية عنا اسمها أماني زكار أخذت بكالوريا وما شاء الله تفوقت. لمة أمل التطوعي هو فريق يعنى بالاحتياجات الخاصة الكبار بالعمر. هلأ نحن نستقبل الكبار والصغار، بس نحن هلأ عم نشتغل حالياً على تعليم الكبار اللي أعمارهم فوق 14 سنة. طبعاً الجهود كتير مضاعفة والشغل عم يشتغلوا كتير كبير، بس ونحن لازم نضل عم نهتم فيهم وندعمهم، بس بدنا نضل وراهم كونه نحن عم نتعامل كتير مع الأمهات وهيك. فالوجع اللي عم يتوجعوه هنن انه بدهم يأمنوا على اولادهم للمستقبل، للولد يشق طريق حياته ان كان بمهنه ان كان للمستقبل فيما بعد لا سمح الله بعد وفاه الاب والام. لازم يكون في عنا ببلدنا دار ايتام للاحتياجات الخاصه.